أبا لهب بالنظر إلى الوضع الأول قبل جعله علما إلى آخره. كمل يا ابن. لأن معناه ملازم النار وملابسها. أيوة. ويلزمه أنه جهنمي. آه يعني ما نقول أبو لهب يعني ملازم النار وملابسها بالعقل كده، يلزم من ذلك أنه جهنمي ولا أنه جناني يعني من الجنة؟ جهنمي، واحد ملازم للنار يبقى من أصحاب الجحيم والسعير، ولا يبقى من أصحاب الجنان؟ من أصحاب الجحيم والسعير يبقى جهنمي، مش كده؟ طيب، فيكون انتقالا من الملزوم إلى اللازم. اللازم اللي هو يبقى اللي هو جهنمي، والملزوم اللي هو ملازم النار وملابسه. وهذا القدر كاف في الكناية. وليس المراد أن واضع هذه الكنية اللي هو أبو لهب لاحظ من المكن بها ذلك المعنى لغة، ما يقصدوش، لأن الظاهر خلافه، ما يقصدش هو من البداية. هل اللي وضع هذه اللغة الكنية دي من البداية كان يقصد أنه جهنمي؟ لا، ده الوضع الأولاني اللي هو الإضافي. لكن بعد ذلك لما بعث الرسول ولم يؤمن به وعاده، فصارت هذه مستلزمة لهذا للكيفية التي كان عليها. خلاص، كمل يا ابني. لأن الظاهر خلافه. آه، إذ قيل. إذ قيل إنما سمي بذلك لأن لونه كان ملتهبا. أيوة. والمراد بأبي لهب في المثال الشخص المعلوم، ومن فهم خلاف ما تلوته عليه فيكفيه رد السعد عليه في شرح الأصل. تمام. طيب، كده إحنا خلصنا إيه بقى دلوقتي؟ اللي احنا عندنا لما اقول لك كده، هل الان فهمت اسرار تعريف المسند اليه بالعالميه؟ تقول لي نعم. وعندنا 10 تقريبا، كام يا ابني؟ 10. الحمد لله. طيب، ونكمل ايه بقى؟ قال وكونه بالوصل. وكونه بالوصل للتدخين تقرير موجود او توهين. الله. ايماء او توجه السامع له، او فقد علم سامع الله. أقول من مرجحات كون المسند إليه اسم موصول للتفخيم. طب ما نعد بقى مع بعضنا كالعادة، ما لازم نتعلم كده الطريق. التفخيم واحد، ها. واحد من مرجحات كون المسند إليه اسم موصول للتفخيم، وقدمه على اسم الإشارة، مع أن اسم الإشارة أعرف منه لمعرفة السامع مدلوله بالقلب والبصر، بخلاف الموصول عملا بقوله في الخطبة سلبت ما أبدي من الترتيب، فهو تابع ولا لوم على التابع، نحو فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي موج عظيم لا يكتنه كنه ولا يمكن وصفه. لا، أنا عايزك تقف شوية بس. هو عاوز يقول إيه؟ عاوز يقول هو أيهما أعرف من الثاني؟ ما احنا ماشيين بالترتيب اللي تعلمنا عليه. أول حاجة الضمائر، تاني شيء العالم، ثالث شيء اسماء الإشارة. ما ده المفترض كده. هو بيقول إذا كان اسم الإشارة هو في الترتيب أعرف من اسم الموصول، لماذا بدأ باسم الموصول؟ هو ده اللي عاوزه. ما هو لازم سؤال. هو عشان كده كتب الترازي تعلمك الدقة كمان. طب إذا كانت اسم إذا كان اسم الإشارة هو رقم 3 واسم الموصول رقم 4، لماذا خالف الترتيب وبدأ باسم الموصول وقدمه على اسم الإشارة؟ الإجابة، اسمع الإجابة بتاعته بيقول لك إيه بقى. اسمع كده. لأن اسم وقدمه على اسم الإشارة، مع أن اسم الإشارة أعرف منه لمعرفة السامع مدلول اسم الإشارة بالقلب والبصر. ليه؟ واحد يقول لي بالقلب والبصر إزاي؟ اسمع كده. أنت هذا هذا أرأيته بالبصر، وأيضا أدركته بقلبك، لأن البصر والقلب أدركه. أنا قلت لك هذا، فأنت بصرك أدرك أني أشير إليه، وقلبك أيضا أدركه، يعني البصر والبصيرة. فأقول لما كان هذا أمر سهل، فأنا أقدم في الترتيب اللي هو لا يدرك بالبصر ولا يدرك بالبصر. وذلك جاء الذي، فين الذي دي؟ أنا ما أشرتش إليه. فعشان كده بقول لك، فأداه كأنه خافي شوية، فأنا أقدمه لك حتى تهتم به أكثر. الله، شفت بقى يا سبحان الله، حتى هذه لا يتركها دون تعليل. هكذا العلماء، حتى هذه لا يتركها دون تعليل. كمل يا ابن. ها. خلاص فهمناها بقى. نحو ايه بقى؟ يبقى التفخيم نحو، يبقى كلمة وقدمه لغاية كلمة نحو، يبقى دي الإجابة عن السؤال. لكن فين كلمة التفخيم؟ مثاله ايه؟ نحو فغشياهم من اليم
ما غشيهم الله، أي موج عظيم. فين بقى اسم الموصول بالمناسبة؟ ما. اسم موصول ما، وانا قلت لك ان اسم الموصول ما يدخل معانا. اي كمل بقى كده شوف، اي موج عظيم. لا يقتنه كنه الله. وصفه. الله. فان في هذا الابهام من التفخيم ما يخفى. فلو قيل فغشيهم الغرق لم يفد هذا التفخيم. الله. يا سلام يا سلام. الله الله. والله احنا نجرب. هدي لك مثال وعاوزك تقف امام الاية. الآن موسى عليه السلام وقومه عبروا خليج السويس، وأنا ذكرت هذا في كتابنا مصر في القرآن ووضحناه بالتفصيل وكنا بنشرح هذه الآيات. عبروا خليج السويس، كان خليج السويس يابسة على الجانبين مش كده، واضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم مش كده. وبعدين قال له واتركوا البحر رهوا إنهم جند مغرقوا. يبقى إذا سيدنا موسى اجتاز الطريق وكان يابسا أم كان فيه ماء؟ ها يابسا أم كان فيه ماء؟ أنت الآن متخيل يعني، عد بالذاكرة تخيل المنظر. موسى عليه السلام وقومه وكل من كان معه ها تخطوا فرعون من هذا الطريق إلى الطريق الآخر ولم يكن معهم، وكانوا يسيرون في طريق يابسة دون أي مشاكل. ولما وصلوا إلى الشاطئ الآخر، أدركتم؟ ركز معي. ولما وصلوا إلى الشاطئ الآخر دخل فرعون وجنوده اليم. ماذا حدث؟ الله عز وجل قبل ذلك قال لموسى واترك البحر رهوا. يعني إيه رهوا؟ يعني اتركه على طبيعته التي هو عليها. لماذا يا رب؟ أيوة أجاب إنهم مغرقون، يعني ليه؟ حتى ينخدعوا بأن هنا يابسة فيدخلون فيها أو فيدخلوا فيها ثم نعيد البحر إلى طبيعته الأولى. تخيلت الآن عودة البحر إلى طبيعته الأولى والأمواج العالية التي تغرق هؤلاء. يبقى أنا أقول بقى فغشيهم من اليم ما غشيهم، هو أقوى في التعبير وأفخم وأعظم، ولا أقول فغشيهم الغرق؟ التاني دي كلام مغسول. طب بس الغرق معرف أيضا بقال. أيوة بس ما فيهوش تفخيم. الله. يبقى هنا اسم الموصول هو الأصلح، وهذا هو سر الإعجاز. بالرغم من ذلك أن كان ممكن يقول فغشيهم الغرق، فغشيهم من اليم الغرق، ولكن هو لا يريد الإشارة إلى ذلك، هو يريد أن يصور أن الموجة لا يكتنه كنه ولا يمكن وصفه، وأنه حدث ما لم يخطر على البال ولا في الحسبان. وإلا ركز معي، وإلا لو كان فرعون وجنوده يعلمون أن هذه هي النهاية، هل كانوا فعلوا ما فعلوا؟ أبدا. الله. يبقى كانت فجائية وحدث ما حدث مما لا يستطيع عقل بشر أن يستوعبه. يبقى هنا التعبير باسم الموصول للتفخيم. أدركتم الآن سر التعبير بالموصولية في هذا المقام؟ واضحت الرؤية الحمد لله. كمل يا ابني. اثنين، ومنها تقرير غرض المسوق له الكلام، أي زيادة التقرير والتقوية. وقيل تقرير المسند. وقيل المسند إليه. وراودته التي. طبعا فين التي؟ التي ده اسم موصول وهو فاعل يعني مسند إليه. فإن الغرض المسوق له الكلام هو نزاهة يوسف عليه الصلاة والسلام. عظيم. فلو قيل راودته امرأة العزيز أو زليخة لم يفد ما أفاده الموصول باعتبار صلته، فهو أدل على الغرض المسوق له وهو النزاهة، لأنه إذا كان في بيتها وتمكن من نيل المراد منها ومع ذلك عف عنها ولم يفعل، كان ذلك في غاية النزاهة عن الفحشاء. الله. لسه برضو بيقولوا احتمال، خدوا بالكم لا منع عندي. ولك وقيل معناه زيادة تقرير المسند، أعني المراودة، لأن المسند اللي هو الفعل يعني، لما فيه من فرط الاختلاط والألفة. فلو قال زليخة أو امرأة العزيز لم يفد ما أفاده الموصول من ذكر السبب الذي هو قرينة
في تقرير المراودة باعتبار كونه في بيته، وقيل هو تقرير للمسند إليه لإمكان وقوع الإبهام والاشتراك في امرأة العزيز أو زليخة لو ذكر أحدهما، ولا تأتى ذلك في التي هو في بيتها لأنها واحدة معينة مشخصة. باختصار، سواء كان الغرض من اسم الموصول تقرير المسند إليه أو تقرير المسند أو غير ذلك، يبقى في كلا الحالات هو أتى لهذه العلة التي لا يمكن أن يحل محلها الاسم العلم. واضح؟ هل تفهمون ما أقول؟ شباب كلام واضح، اقرأ يا ابن اللي بعده. ثلاثة، ومنها الهجنة. أيوة، أي استقباح ذكر المسند إليه. آه، نحو جاء الذي لقيك أمس. آه، يريد رجل اسمه الكلب. يعني في واحد اسمه الكلب، اسمه أو لا قبله، فبدل ما تقول له جاء الكلب الذي لقيك أمس كأنه سب وشتم، فأنت لا تريد أن يعني تذكر هذا على لسانك، فأنت يعني تأتي باسم الموصول، يعني كأن البلاغة تعلم الأدب وتعلم الذوق في التعبير. واضح؟ كمل. ها، ثلاثة، أربعة، ومنها التوهيم، أي إظهار وهم المخاطب أي غرضه. آه، صحيح. ومنه قول الشاعر: إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. جميل. خمسة، ومنها الإيماء إلى وجه بناء الخبر. آه، أي الإشارة إلى أن بناء المسند عليه من أي طريق من ثواب أو عقاب أو مدح أو ذم أو غير ذلك. آه، نحو: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. صحيح. تفهمين الكلام ده؟ أفهمه لكم شو عشان أصله كلام سهل. هو عاوز يقول إيه؟ يعني من فضل حضرتك ضع إيدك على عبارة سيدخلون جهنم داخلي، وكأنك لم تقرأها بعد. حينما أقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عاقل في الدنيا يعرف إنهم داخلين جهنم ولا داخلين الجنة؟ يبقى إذا مجرد قلت إن الذين يستكبرون قبل ما تقرأ الصلة، يعني معناها مصيرهم معروف. بس شفت بقى الصلة عملت إيه؟ أيوة، واضح كلام خالص. اتفضل. ربما جعل ذريعة إلى التعريض بتعظيم شأن المسند. آه، نحن إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأفضل. فإن ذكر الصلة التي سمك السماء مشعرة بتعظيم المبني عليه وهو البيت الذي بناه سامك السماء ورافعها. الله. أو بتعظيم غيره، نحو: الذي يوافقك يستحق الإجلال. آه، وقد يكون ذريعة للإهانة. آه، زي ما هو ذريعة للتعظيم قد يكون ذريعة للإهانة. اللي هو مين يعني؟ اللي هو المسند مع الصلة، المسند إليه الموصول مع صلته. نحو: الذي يخالفك يستحق الإذلال. كمل كده. إذا خمسة، ستة بقى، ومنها توجه ذهن السامع واستفراغه لما يريد بعده. آه، فيقع منه موقعا ما إذا ورد، نحو: والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمال. صحيح. هل فاهمين الكلام ده؟ ومنها توجه ذهن السامع اللي هو المخاطب اللي هو انت، واستفراغه لما يرد بعده فيقع منه موقعا ما اذا ورد. يعني معناه ايه؟ يعني الاول بقول لك استعد 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 للكلام اللي جاي، لما اقول لك استعد للكلام اللي جاي ثم تسمع الكلام، يثبت في ذهنك ولا لا يثبت؟ اهو ده الغرض. شوف، ان والذي حارت البرية فيه، ماذا حدث لكم الان؟ كلكم متشوقون إلى معرفة ما هو الذي حارت البرية فيه، فإذا جاء الكلام بعد ذلك ثبت في الذهن واستقر. هذا هو معنى هذا الكلام السابق. سبعة، ومنها عدم علم السامع بالأحوال المختصة به سوى الصلة، نحو: نحو الذي أطعمناه أمس جاءنا اليوم. طيب، هو المخاطب السامع لا يعلم من أمر هذا الرجل شيء إلا أن احنا يعني أطعمناه بالأمس، لا يعني لا يعلم اسمه ولا يعلم بلده ولا يعلم كنيته ولا يعلم أولاده ولا يعلم أي ظرف من ظروف، فقط لا غير: أنا ومصطفى كنا معا بالأمس وهذا الرجل كان معنا وأطعمناه. خلاص، هل تعرف اسمه؟ لا. هل تعرف صفته؟ لا. لا تعرف عنه شيء، فقط لا غير: قلت لك الذي أطعمناه بالأمس جاءني اليوم. يبقى إذن لأنك لا تعرف منه إلا الصلة اللي أطعمناه، فأنا أذكره لك مرة ثانية، لأني ما فيش عندي أي إشارة لمعرفتك به إلا صلة الموصول. وضحت الرؤية؟
خلاص وبهذا نكون قد نكمل يا ابن. وفي معناه بس بهذا نكون قد انتهينا من حديثنا عن ماذا؟ عن أسرار تعريف المسند إليه بالموصولية، ونتوقف عند هذا القدر، والله أعلى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها القارئ العظيم، توقفنا عند صفحة 159، واضح؟ في إشكالية أولادي في شيء؟ هل هناك أي إشكالية؟ خلاص، فتح الله عليكم وبارك الله فيكم وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الميعاد مناسب لكم إن شاء الله يوم الأحد من كل أسبوع؟ إن شاء الله. دعواتكم إن شاء الله، نلتقي دائما يوم الأحد من كل أسبوع. اسحب يا ابن الترابيزة. بسم الله، توكلنا على الله. السلام عليكم
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله